معكم انا رن وانا جودي وانا صفوان من قناه دلاتيز. رجعنا لكم بمقطع جديد. بهذا المقطع راح نسوي الجيمات. الله يستر كيف راح يطلع شكلهم معنا لانه هي اول مره راح نعملهم. فنشوف وهلا فورا حنروح على طريقه عملهم. عندنا كل شيء مجهز بصحون بالكميات المناسبه. اول شيء بدنا كاسه طحين. هلا بنجيب ملعقتين بودرة حليب كبار لعندكم كبار وهلا راح نحط ملعقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح. الله. هلا عنا هون الخميرة حاطينها بكاسة مع سكر ومي، سكر مشان نسرع من عملية التفاعل مثل ماما مساعدتنا. اوكي بعدين هو صارت سمينة صارت كاسة مي سخنة تكون دافية يعني. بدي لقى شعور حلو. لا انا بدي عجين. هذا بعد ما حطينا كل شيء. شوفوا كيف الخميرة بتكون مثل رغوة. هلا أنا نخلطها. حطينا بشكير ونايلون. هلا عم نفكها لأنه حسينا إنه خلصت. بصراحة ما أنا متأكدين لأنه هي أول مرة بنعملها، بس هلا بنكتشف معكم يعني كالعادة. ما أعرف إذا صح هيك تكون. شو هذا بالضبط؟ ما بعرف شو اللي صار. واو. حاسة ابني عم يكبر قدام عيوني شوي شوي، فخلينا نستنى ونشوف شو حيصير. نعمل كمان؟ هلا عم نصب دبس تمر فوقه. ماما لا تجي تشوف الاشكال. شو رايك نسمي كل وحده على هالاشكال الغريبه اللي طلعت؟ لازم والله، خاصه هدول بتحسوهم مقرمشات، بطاطا، اي شيء غير انه الجيمات يعني. طب شوفي شو اي وحده احسن شيء. هي اسمها جودي. ليش ان شاء الله؟ هي اسمها رند. وهلا خلصنا هدول الجيمات، يعني طلع اشكالهم بصراحه واو. اهم شيء الطعم صح؟ صح. يلا ذوقي الطعم. هي مقولتنا بكل فيديو طبخ، اهم شيء الطعم واخر شيء لا طعمه ولا شكل ولا لون ولا شيء. نقي وحده. بحاول لقي وحده يعني. اوكي شوي رمسيه هيك. طبعا احنا ما حطينا قطر ولا سمسم لانه ما بنحب. بصراحة والله انا حلوة بشرفك. والله حلوة، بس احس لازم تكون مقرمشة اكثر. طيب بس حلوة. في مقرمشات اكثر. شوف حلوة حلوة. والله حلوة يا جايز. بس بدل ما تستخدموا الطحين اللي نحن استخدمناه، نحن حطينا هذا اللي فيه قمح وهيك. استخدموا طحين عادي احسن. حبيتك. يا لهون. ولهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لنا لايك، واللي ما عمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، واللي عامل سبسكرايب لانه يفعل زر التنبيهات مشان يوصلوا كل جديد. وفي شيء كمان مهم غير السبسكرايب هو انكم تعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا تبعوتنا، بتلاقوهم تحت بالدسكربشن بوكس. وبنحبكم كثير يا احلى ناس. وسلام.